فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه بلوغ المرام باب آداب قضاء الحاجة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال متفق عليه. هذا حديث عظيم وفيه أيضا أداب من أداب الخلاء. فيه أداب من أداب الخلاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا كله إتماما لكتاب الطهارة. فيه مسائل. حديث عظيم جدا وفيه مسائل. المسألة الأولى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر. بشر. والدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج ما يحتاجه البشر. يمشي في الأسواق. يأكل الطعام. ويمشي في الأسواق. ها. ويبيع ويشتري وينام ويحتاج للزواج. فبشر. وقد قال الله تعالى أمره أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في رتبة أخرى رتبة الوحي. وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فذهاب نسلم بقضاء الحاجة دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ما به الصوت يا أخوان يا أساتذة الفصل. ما به الصوت. طب ماذا أفعل؟ الصوت ما به. ما في صوت. شوف الفيس في صوت. لا يا معلش. إذن المسألة الأولى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لقطع حسم او لقطع ماده الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من نور وقالوا مخلوق وارواحه واركان العرش من شعره. كلام دعاء اصحاب الغلو. فهنا قطع باب الغلو وحسم الماده انه بشر ياكل ويحتاج الى ما يحتاج اليه البشر من قضاء الحاجه. وقد قال الله جل في علاه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جيد؟ هل في صوت؟ لا لا كويس جيد. طيب الحمد لله. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. وهذه فيها دلالة على إفراد الاستنجاء بالماء. وهذه دلالة على جوازها. بل أقول على استحبابها. وإن كره من كره ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر كرهوا ذلك لأنه مباشرة للنجاسة. وقالوا استخدام الماء في ذلك لمن؟ للنساء. وأيضا سعيد بن المسيب على ما أذكر قال بذلك. لا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء وأغلب الصحابة يستخدمون الماء. ومراتب الاستنجاء أو الطهارة ثلاثة. استخدام الحجارة ثم يعقبه بالماء. استخدام الماء ثم استخدام الحجارة. هذه المرتبة الثالثة. فالمرتبة الأولى الأفضل في هذا الباب هو أن يستخدم الحجارة مع الماء. لما؟ الحجارة تنقي العين والماء يأتي على الأثر. الحجارة تنقي العين والماء يأتي على الأثر يذهبه. أو استخدام الماء المرتبة الثانية لأن الماء فيها قوة دفع النجاسة. والماء يذهب بالعين والأثر أيضا. الثالثة استخدام الحجارة فقط. واستخدام الحجارة هو ينقي العين ويبقي الأثر. والشرع تسامح في ذلك. لذلك قاس العلماء على ذلك قالوا وليسيروا في النجاسة. ايش مفهوم؟ نعم. طبعا هذا ليس في كل شيء فيها تفصيل. فقال احمل إداوة من الماء وعنزة. قال فأستنجي بالماء. وهذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء. وقال وعنزة. والعنزة هي كالرمح تركز له. وهذه لها فوائد. العنزة من أجل الستر.
بأنه يركز العنزة ويضع عليها الثوب ليستتر عن أعين الآخرين. ويستتر أيضا عند تغيير الثياب. ومنها أيضا من الفوائد أن العنزة كانت تركز له سترة يصلي إليه. أن العنزة كانت تركز له سترة يصلي إليها يا أبي هو أمي. وفيها المسألة الثالثة طبعا هي فيها استخدام الماء فقط في مباشرة النجاسة. وقد قال بعض العلماء أنه لا يجوز مباشرة النجاسة، والصحيح أنه يباح مباشرة النجاسة لإزالتها لا لبقائها. وفيها جواز استخدام الحر والإعانة على العبادات. فإذا استخدم النبي صلى الله عليه أنس ومن معه من الغلام وفيها الإعانة على الوضوء وعلى قضاء الحاجة، وأن في ذلك ليس فيها منة، واستخدام الحر أيضا ليس فيه استعباد، وفيها خدمة العلماء دين ندين الله به. خدمة العلماء دين ندين الله به. وهذا الذي قد يتقرب به الله جل وعلا الصحابة الكرام ابن مسعود صاحب الوسادة والسواك والنعلين، وأيضا حذيفة ابن اليمان عندما يعني استدبر النبي صلى الله عليه وسلم ونبي بلى عن سواك القوم يعني قائما، والمغيرة بن شعبة، وكثير من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فخدمة العلماء دين ندين الله به. خدمة العلماء دين ندين الله به. الذي بعد حديث الذي بعد. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هنا أحسن الله عليك. حديث المغيرة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة فانطلق يعني كأنه التقدير أخذها فانطلق يعني أخذ الإداوة والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. في مسائل أيضا، أول قول متفق عليها دي أعلى درجات الصحة، فأعلى درجات الصحة البخاري ومسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم في السنن. فهذا أعلى درجات الصحة. خذ الإداوة فهذا فيه استخدام الحر لأنه أمر، أو الاستعانة بالحر مع عدم وجود المنة، يعلم أنه يتمنى خدمته ويرضى بخدمته. الاستعانة بالحر مع عدم وجود المنة. لذلك ترى اشتراط العلماء في من يعني يأخذ الماء من غيره أو يجعل أحد يصب له الماء، فيقولون قد تكون الإعانة فيها إيش منا فيأخذون، فهو يجوز الإعانة مع التأكد من عدم المنة. وفيها انطلاق النبي فانطلق توارى حتى طار عني قضى حاجته، لأن النبي قال إن الله حديث ستين يحب الحياة والستر، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليش فليبعد المنزل، أو قال فليستتر. نعم فليستتر. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل حاجته أبعد المنزل حتى يتوارى عن الأنظار.
وقال ان الله حلم 60 يحب الحق سيد، فاذا ذهب احدكم يغتسل فليستتر فليستتر. ولما دخلت ام هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يغتسل، قالت وكانت فاطمه تستره بثوب، كانت فاطمه تستره بثوب، قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وفيها فضل المغيرة بن شعبة انه وقف على ما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حارسا وخادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: بشرية النبي، وجوب التستر عند قضاء الحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبان كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.